بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، هيا بنا نركب قطار 20 درجة. عنواننا هو كتاب الوزارة، منه نستمد المعلومة وبسببه نحصل على أعلى الدرجات. النهاردة بنختار موضوع لا يأتي امتحان ثانوية عامة وخاصة في الفترات السابقة إلا ويأتي سؤال في هذا الدرس. السؤال اللي بنختاره هو كاد وأخواتها. نبص مع بعض الأول. كاد وأخواتها من الأفعال الناسخة، ولذلك من الممكن أن يسأل استخرج فعلا من الأفعال الناسخة. خلي بالنا ما نحفظش كان وأخواتها، لا، كمان كاد وأخواتها معانا من الأفعال الناسخة. مالها كاد وأخواتها وليه ما خليناهاش مع كان وأخواتها؟ زي ما تقول كده الراجل أبو العيلة متجوز 2، دي ولاد البطة التانية. لا شروط معينة. نبص بقى مع بعض ونشوف هنتعامل ازاي. انا عندي كاد وأخواتها. اولا انا محتاج فعل نعرف ان في افعال بتفيد المقاربة. طب هتفيدني في حاجة؟ المشكلة انه ممكن يقول لي استخرج فعلا من افعال المقاربة، او يجيب لي جملة ويقول لي ضع فعلا من افعال المقاربة في بداية الجملة، او استبدل فعلا من افعال المقاربة بكان او ان. نبص مع بعض. افعال المقاربة هي كاد، قرب، واوشك. عندي افعال تفيد الرجاء، هي عبارة عن حرى، اخلولقى، عسى. افعال تفيد الشروع هي اخذ، بدا، شرع، انشا، طفق، جعل، هب، هم. المهم ان يكون دول بمعنى بدأ، بمعنى بدأ. أنا ممكن أنا خدت جعل من الأفعال اللي بتنصب مفعولين، وبقول إن الأفعال اللي بتنصب مفعولين زي جعل الصانع البرتقال عصيرا، يبقى أنا حولته. إنما جعل لازم تكون بمعنى بدأ. زي إيه بالظبط؟ زي لما بقول جعل الولد يستمع، بمعنى بدأ الولد يستمع الدرس. وبالتالي الفرق بين هذه الأفعال وكان وأخواتها إن الأفعال دي خبرها بيبقى جملة فعلية، خبرها بيبقى جملة فعلية. لو اتحركنا مع بعض ولقينا مثال، زي على سبيل المثال نبص كده مع بعض. لو قال لي أصبح الدرس سهلا، أو صار الدرس سهلا، لو أنا جبت وقلت كان الامتحان صعبا، وحل استبدل أخذ بالكلام ده، فلما أقول كان الامتحان سهلا أخذ الامتحان يصعب على الطلاب. طب هل ينفع أقول أخذ التلميذ الكتاب؟ ينفع بس مش تبعنا. لا، ده فعل عادي زي شرب الولد اللبن، زي شرح المدرس الدرس، فعله فعله مفعول عادي. ولكن أنا لما بقول أخذ التلميذ الكتاب كلمة عادية، مين اللي أخذ؟ التلميذ، ده فعل. طب أخذ إيه؟ الكتاب، مفعول به. إنما أنا عايز أخليه فعل من أفعال الشروع، شرطه الأساسي أن يكون خبره
جملة فعلية، وبالتالي هناك فرق بين أخذ التلميذ الكتاب وأخذ التلميذ يكتب. وبالتالي وأنا بتعامل مع هذا الدرس، هو من أخوات كان، يعني إيه من أخوات كان؟ يعني يرفع المبتدأ وينصب الخبر. طب والفرق؟ الفرق أن يكون الخبر جملة فعلية. وبالتالي لازم وأنا أتعامل مع هذا الدرس أخلي بالي من أربعة أو أربع عيون. العين الأولى بخلي بالي من الفعل نفسه، ماله الفعل؟ الفعل اللي أنا أتعامل معاه أخلي بالي هل هو من أفعال المقاربة ولا الرجاء ولا الشروع. العين الثانية أخلي بالي على الاسم، ماله؟ الاسم لازم يكون مرفوع. العين التالتة، بص على الشمال بقى كده شوية، العين التالتة نبص على الشمال، على ايه؟ على الخبر. ماله الخبر؟ لازم يبقى ايه؟ جملة فعلية. عندنا عين رابعة هنأجلها ثواني، يبقى أنا في عين رابعة هنشيلها دلوقتي. هنتعامل مع بعض على هذا الأساس. لو أنا بصيت وقلت بدأ المدرس الدرس، ها سمع ولد بيقول لي مش هتنفع، برافو عليك. أنا دي قدام جملة عادية، فعله فعله مفعول. ليه؟ لأنه بيقول لي بدأ، من اللي بدأ؟ المدرس. بدأ إيه؟ الدرس، فعله فعله مفعول. طب حولها لي الفعل من أفعال الشروع، بسيطة، دي العين الأولى ودي العين الثانية المدرس، والعين الثالثة اللي هي على الخبر. ما الخبر؟ الخبر يكون جملة فعلية. بدأ المدرس يشرح الدرس. كده يبقى انا قدام فعل من افعال الشروع. امثله تانية، حاضر نشوف امثله تانية. نبص مع بعض، نمسح العيون دي مؤقتا ونبص مع بعض الامثله اللي جايه دلوقتي. لو انا قلت كاد التلميذ زميله، دي طبعا كاد من افعال المقاربه، برافو. سمع واحد بيقول لي لا غلط، ليه؟ انا قلت لازم ابص على العين الاولى والعين الثانيه والعين الثالثه، لا لازم تكون جمله فعليه. امال ده ايه؟ لا ده واحد بيكيد زميله، كاد فعل وفعل ومفعول. طب عايز اجيب المثال الصح معايا، كاد التلميذ يصاحب زميله. لا، فرق سماء وارض. انا عندي كاد ساعتها، التلميذ هنا هتبقى اسم كاد، ويصاحب هنا هتبقى جمله فعليه في محل نصب خبر كاد، لان كاد دي من الافعال اللي من اخوات كان بافعال ناسخه، بترفع المبتدا وتنصب الخبر، شرط ان يكون الخبر جمله فعليه. وبالتالي نبص على مثال تاني حتى تثبت المعلومه. لو قلت اخذ العلم ينتشر، ها معانا؟ هل دي من افعال الشروع ولا فعل عادي؟ نبص، ادي العين الاولى وادي العين الثانيه، تمام، وادي العين الثالثه اللي بتاكد لي ان اخذ دي من افعال ايه؟ الشروع، لان معايا هنا دي جمله فعليه، فعلا في محل نصب خبر أخذ. ها انتوا عايزين العين الرابعة؟
العين الرابعة هقولها لكم في الحلقة القادمة. طب ليه ما اقولهاش دلوقتي؟ عشان تتابعونا شاركونا للي عايز يحقق العشرين درجة. أعزائي الطلبة والطالبات، شكرا لكم، وموعدنا في الحلقة القادمة.